ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة هحكي لكم قصة من اجمل القصص الرومانسية اللي ممكن تتابعها، روايتنا للكاتبة الجميلة سوما العربي. يلا بينا نتابعها مع بعض. وقبل ما نبدأ احب افكركم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا. ويلا بينا نبدأ. وبعد شوية وصل قاسم لفيلته، فوقفت والدته قصاده وقالت بتهكم: ايه يا قاسم مالك؟ ده حتى بكرة عيد ميلاد النونة بتاعتك. فرفع عينه وبصل لها، فوقع قلبها في رجليها واتفزعت من هيئته وقالت وهي بتتفحصه: قاسم مالك يا ابني؟ في ايه؟ ايه ده ماله؟ هو عامل كده ليه؟ مالك يا قاسم؟ بص لها بعيون محمرة ومكسورة، فاتكلم مجدي بفزع من سكوته وقال: في ايه يا ابني؟ ما تقلقنيش عليك. ايه اللي حصل يا قاسم؟ هتروح مني، عايزة تسيبني، عايزة تسيبني وتاخد روحي معاها. هي مين دي؟ في ايه؟ مين يا قاسم؟ وايه اللي حصل؟ جودي، مش ده اللي كنت بتتمنيه؟ عايزاها تسيبني، عايزاها تبعد عني؟ كسرتها، بس والله ماليش ذنب. اتبدلوا والديه النظرات، فطول عمرهم ما شافوش قاسم على الحالة دي. اما قاسم فسابهم وطلع لقطه بروح بلا جسد، فاتكلم والده وقال: معقول؟ انا اول مرة اشوف قاسم كده. فعلا، يا ترى ايه اللي حصل؟ لازم نعرف ايه اللي حصل ونتدخل ونساعده، ده ابننا الوحيد، لازم نحل المشكلة اللي بينه وبين خطيبته. انا عمري ما شفت ابني سعيد وطاير من الفرحة غير الفترة اللي فاتت من ساعة ما البنت دي دخلت حياته. فعلا يا مجدي، انا كنت معترضة عليها عشان حاجات كتير قوي، لكن لو هي اللي ابني ساعدته معاها يبقى لازم ارجعها له حتى لو بالغصب، ده ابني الوحيد. بص لها مجدي بدهشة وهو بيهز راسه بيأس من طريقتها، ولكن مفيش مشكلة لو كان ده في مصلحة ابنه. وفي صباح اليوم التاني صحيت معها وافتكرت جودي وحزنها وقامت بسرعة عشان تخفف عنها، فخرجت من اوضتها ووقفت متسمرة في مكانها وهي شايفة جودي واقفة في المطبخ ولابسة يونيفورم مدرستها بكل أناقة ومجهزة لنفسها النسكافيه بتاعها ورايحة للسفرة عشان تشربه، وكل ده بمنتهى الجمود. فاتجهت ليها معها بدهشة لأنها كانت متوقعة إن تلاقيها حزينة ولسه نايمة في سريرها، ولكن المثير للدهشة إنها واقفة ومجهزة نفسها زي عوايدها. فاتكلمت معها باستغراب وقالت: صباح الخير. صباح النور. جودي انت كويسة؟ الحمد لله. بس انت مبارح. ده مبارح، النهاردة حاجة تانية يا ما. وفي اليوم التاني صحى قاسم وهو حاسس بحزن العالم كله، فقلبه مليان بالوجع وحياته من غيرها ناقصة كتير، فهي اللي بتلون حياته المعتمة، وقرر في نفسه انه هيروح لها وهيقول لها كل اللي حصل، فلازم تعرف الحقيقة. وبعد شوية كان واقف على باب الشقة ودق الجرس، ولكن اتفاجئ بمها وهي مجهزة نفسها عشان تروح الشغل، فبصل لها باستغراب وقال: مها رايحة فين؟ الشغل. شغل ايه؟ ما يولع الشغل، انت هتسيبي جودي وهي بالحالة دي وتمشي؟ جودي؟ جودي في المدرسة من اكتر من ساعة. قالت كده بسخرية، فاتصدم قاسم بشدة واخد اكتر من 3 دقايق عشان يستوعب ان جودي في مدرستها، فنزل بسرعة ومها وراه وركب عربيته ودعا مها عشان يوصلها للشركة. وبعد شوية وصل للشركة وطلع للمكتب، فدخل عليه عادل وهو متعجب من حاله واتكلم وقال: في ايه يا قاسم؟ ايه اللي حصل؟ من امبارح وانت بتأجل الكلام لبعدين، ايه اللي حصل؟
حكى قاسم كل اللي حصل لعادل بصوت مخنوق، وحكاله على اللي شفته جودي وكمان الصور اللي وصلت لها. فاتكلم عادل وقال: وده كله وما ربطتش الخيوط ببعض ووصلت ان دنيا هي اللي بتعمل ده كله. قاسم وكأنه كان بحاجة لحد ينبهه: يا بنت ال وحياة امي ما هسيبها، بس حظها ان عندي الاهم دلوقتي. بس في حاجة اهم. ايه؟ اخلص يا عادل، الدنيا مش بالدماغ دي ابدا. الدنيا صحيح بتشتغل من زمان ومش سهلة خالص، بس مش بالدماغ دي. انا شايف ان في حد مخطط معاها. قاسم بعيون مظلمة: هو مفيش غيره. مين يا قاسم؟ مش وقته، كل دول مش وقتهم، مش مهمين، هدفعهم التمن. بس لما رجع جودي ليا النهاردة، عيد ميلادها يا عادل، النهاردة هتكمل الـ18. انا مجهز كل حاجة وكلمت المأذون، انا حالف من يوم ما شفتها انها في اليوم ده هتتكتب على اسمي. خلاص يا قاسم، هنحاول معاها تاني، بس انت اهدى. لا يا عادل، النهاردة هتكون على اسمي زي ما عهدت نفسي. وخرج من مكتبه وهو بيبتسم بقوة، لانه عازم على انه هيتجوزها باي شكل، وهيضمها لاسمه اولا وبعدين يصالحها، وهيعمل ده حتى لو بالحيلة. ولكن وقفته منى وهي بتقول: قاسم بيه، نلغي ترتيبات عيد ميلاد انسة جودي خلاص؟ بص لها بطريقة ارعبتها وقال: وتلغي ليه؟ هو في حاجة جدت انت عارفاها وانا لا؟ اتلخبطت منى وقالت: لا بس. تمام يا منى، بس كل الترتيبات تبقى زي ما هي دلوقتي. ومشى وهو بيحسب عدد الافراد اللي اشتركوا في الاقامة بينه وبين حبيبته، ولكن حظهم حلو لان قاسم ما عندهوش وقت دلوقتي لمعاقبتهم. فالاهم دلوقتي انه يمتلك حبيبته. ولحظتها جري وراه عادل وقدر يركب معاه المصعد وقال بغمزة عين: ايه، مش عايز شاهد على العقد ولا ايه؟ ضحك قاسم على صديقه اللي بيفهمه من غير ما يتكلم، فبرغم من اختلاف شخصيتهم الا انهم عشرة عمر وفاهمين بعض من نظرة واحدة. وقصاد شقة محمد والد جودي وقف قاسم وهو بيدق الجرس، ففتحت لي ست عندها 40 سنة بملابس مش مناسبة عمرها وميك اب صارخ، فترعشت من هيئة الرجالة اللي واقفين قصادها وقالت: ايه في ايه؟ عايزين مين؟ ورد عليها واحد من حراس قاسم: لو سمحت يا مدام، عايزين جوز حضرتك. ليه؟ لو سمحت يا مدام بسرعة بدل ما نجيبه بالقوة. ما قدرتش تتحرك من شدة الرعب من هيئته وهيئة رجالته وحراسه، فاقتحموا البيت ودخل واحد منهم لأوضة النوم وثواني وخرج منها وهو ماسك محمد. فاتكلم قاسم وقال: ليه كده بس يا شباب؟ مش قلت بلاش عنف؟ أول ما بصله محمد اتعرف عليه فورا وقال بترحيب: أهلا أهلا قاسم بيه، مش كنت قلتلي وانا كنت هاجي لحد مكتبك؟ والله يا راجل، ما انت عارف من كام شهر اني خطبت بنتك الوحيدة واعلنت اني هتجوزها، ولا شفتك سألت عني ولا عنها. اقعد بس. اتفضل يا مولانا. فبص محمد ولقى واحد لابس بدلة وفي ايده دفتر جواز وتقدم وسطهم وقعد. فاتكلم محمد بدهشة: هو ايه اللي بيحصل؟ ايه؟ هتجوز بنتك، بس للأسف مفيش قدامي ولي أمر غيرك أحط إيدي في إيده. بس مش مهم، خليها علي عشان أوصل لجودي، هعمل أي حاجة. ده يوم المنى يا قاسم بيه، ده أنا أجيبها لك لحد البيت. أوعى تقرب ناحيتها، أنت فاهم؟ وبص للمأذون وقال: ابدأ إجراءاتك يا مولانا عشان مستعجل. بس مش الأول يا قاسم بيه، في مهر وشبكة وكده. بص له بقرف وقال: ملكش دعوة انت بكل ده، المهر هتاخده في ايدها وشبكتها كمان، ده غير الفيلا اللي هتتكتب باسمها والعربية
وهقدم لها في جامعة خاصة تكمل فيها تعليمها. وطلع دفتر الشيكات من جيبه وقال: أما المبلغ ده ليك عشان تكتب الكتاب. ومضى الشيك واداه لمحمد اللي فرح جدا وهو بيبص على الرقم المكتوب، وحط ايده في ايد قاسم فورا وبقى يردد ورا المأذون. وبعد شوية انتهى المأذون وهو بيردد الجملة المشهورة: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. فابتسم قاسم بارتياح وهو شايف ان نص مهمته تمت، ولكن فاضل الجزء الاهم والاصعب وهو توقيعها على عقد الجواز. وفي المدرسة الكندية كانت قاعدة بحزن وهي بتحاول تنسى اللي حصل وتركز اكتر مع الشرح اللي قصدها، وهي اخد قرار بان تنسى قاسم والفترة اللي فاتت كلها. وفي لحظتها خرجت من شرودها على صوت الاخصائية وهي بتستأذن للدخول ومعها اوراق، وقالت: جود مورنينج يا اولاد، زي ما انتوا شايفين ده ورق الاستمارات بتاعت الامتحان، وانتوا عارفين احنا محتاجين امضتكوا عليها بما ان معظمكوا طلع بطايق شخصية. بص لها الطلاب بجهل لان الاوراق دي بتتمضي في السنة النهائية وهم لسه في الصف الثاني. فبصت لهم الاخصائية واتكلمت بلخبطة: الورق بس محتاج امضتكم، يلا يا ولاد. ووزعوا الاوراق ووضعوا قصادها شوية اوراق عشان توقعها زيها زي الطلاب. واثناء ما بتوقع اتوقفت ولقت الورق مختلف عن باقي الطلاب، فتفحصته بسرعة وبملاحظة جديدة قامت مندفعة وتوجهت لأوضة المديرة والأخصائية بتجري وراها وهي بتحاول تبرر الموقف اللي حطوها فيه بالإجبار. ودخلت أوضة المديرة واتكلمت بقوة وعنف وقالت: ممكن أفهم إيه ده؟ عقد جواز؟ بتغفلوني؟ ده اسمه إيه ده؟ ممكن حد يرد عليا؟ افهم يا جودي، احنا مش قد قاسم مهران، ده قادر يقفل المدرسة دي الصبح. هزت راسها بيأس وخرجت بسرعة. وفي عربية قاسم اللي واقف برا المدرسة كان بيتكلم في التليفون مع مديرة المدرسة وبيبتسم، فرغم فشل مخططه الا انه مستمتع فعلا بذكاء حبيبته. وخرجت جودي وهي غضبانة جدا من اللي حصل معاها لانه شايف انها ساذجة وان خدعة زي دي هتعدي عليها. وشافت عربيته وعربيات الحراسة بتاعته ووقفت قصاد عربيته وهي غضبانة وخبطت على ازاز العربية، ففتح قاسم وشدها لجوه. فاتكلمت جودي بعصبية وقالت: ايه خلاص مفيش ابتكار مفيش ابداع؟ المفروض تبقى كرياتيف اكتر من كده، باينة قوي يعني عقد الجواز ملفت ومختلف، لا وكمان حاطط صورنا. طب كنت شيل الصور لحد ما امضي عشان تعدي عليا، تمنيناتي قوي انت. كان بيسمع لها بفرحة كبيرة وهو بيستمتع بغضبها الممتع، فاتكلمت تاني بغضب وقالت: ايه انا بكلمك قاسم بيه مهران، ما ترد عليا. وما انتبهتش جودي بالعربية اللي مشيت بمجرد دخولها واللي خلاص وصلت لفيلة قاسم، فاتكلمت بنفس العصبية وقالت: انا بكلمك دلوقتي، انت فاكر نفسك ايه؟ ما ترد عليا، فاكرني هبلة وهتدخل عليا اللعبة المكشوفة دي؟ اللعبة وحشة، خلاص نلعب على المكشوف يا عشق قاسم. بصت له باستغراب وبصت حواليها فاتصدمت وهي شايفة نفسها داخل حدود بيته. وفي لحظة واحدة شالها قاسم وخرج بيها وسط غضبها ومحاولتها انه ينزلها، وطلع بيها لفوق وهو متجاهل والدته ووالده اللي اتصدموا بمجرد ما شافوهم، وطلع للأوضة وهو شايلها ونزلها وقفل الباب. وبمجرد ما قفله اتخضت جودي وقالت: ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش، يا ترى قاسم ناوي يعمل ايه؟ ويا ترى جودي هتوافق ولا هتتمرد عليه؟ كل ده هنشوفه في الحلقة الجاية. حبايبي
عايزة أخد رأيكم في القصة، لو زهقتوا وعايزين نقفل القصة على كده أوكي، هحاول إن تبقى الحلقة الأخيرة في الحلقة الجاية. أما لو حابين نكمل قصتنا وتشوفوا إيه اللي هيحصل ما بين قاسم وجودي، وإزاي هتاخد حقها منه وتعرفوا إنها مش طفلة وسهل يضحك عليها، اكتبولي في الكومنتات ونشوف رأي الأغلبية. وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك، بحبكم قوي، مع السلامة.